مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية ورجعنا لكم بعد الفاصل وجه معاد فقرتنا الدينيه. الشهر ده اتفقنا ان احنا هنحتفل بالمولد النبوي الشريف، خلاص ناقص كام يوم. عشان كده الشهر ده خصصنا حلقاتنا كلها في مواقف من حياه النبي، مواقف من حياه النبي مع الاطفال مع الكبار. النهارده والحلقه دي بالذات هنحكي لكم مواقف من حياه النبي مع غير المسلمين، عشان اللي بيقولوا ان ديننا انتشر بالسيف عايزين نرد عليهم ونقول لهم لا، ديننا دين السماحه وده رسولنا الكريم. عشان كده هنحكي لكم مواقف من حياة النبي مع غير المسلمين، ومشرفني ومنورني العالم الجليل محمود الأبيدي اللي هيشرفنا النهاردة وهيحكي لنا مواقف من حياة النبي مع غير المسلمين واللي دايما بنستفاد من علمه. خلينا نرحب بشيخنا الجليل محمود الأبيدي. أهلا بحضرتك. أهلاً يا شيخنا، منورنا كالعادة. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ يا رب. طبعا الشهر ده بنحتفل بالمولد النبوي الشريف من أول ما بدأنا عليه أفضل الصلاة والسلام من أول حلقة. والنهاردة عايزين حضرتك تحكي لنا مواقف من حياة النبي مع غير المسلمين. الحمد لله ذا الخلق الحسن الجميل، والصلاة والسلام على أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله. خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. أرسى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قواعد التفاهم والسماحة والرحمة والسلام مع الآخر حتى وإن كان من غير المسلمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع الإنسان كان ينظر أولا إلى إنسانيته وآدميته، ثم بعد ذلك يتعامل معه بدينه أو بعقيدته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي لسائر المخلوقات وكل من سوى الله. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من القرآن الكريم بعض النصوص التي تجعله يتعامل مع غير المسلمين. قال الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. شوف يا أستاذة، المنهج النبوي والمحمدي في التعامل مع الآخر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدده في حديث مهم جدا جدا. أنا عايز ألفت السادة المشاهدين وانتباه الجميع وإخواننا كلنا في الوطن بما فيهم المسلمين والمسيحيين كل المصريين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه مجرد الإنسان يؤمن الإنسان على دمه فلا بد أن يعطيه الأمان حتى وإن كان كافر بعقيدته، فيتعامل أولا مع آدميته وإنسانيته. هكذا الإسلام، إن الإسلام جاء بالرحمة وبالسلام وبالهدوء وبالاستقرار وبالسعادة. تخيل إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه جنازة يهودي يقوم يقف، فالصحابة يتعجبوا لهذا المشهد ويقولوا: يا رسول الله، إنها جنازة ليهودي، يعني مش تبعنا، أنت بتقف ليه؟ فسيدنا النبي يقول لهم: أوليست نفس وفلتت مني صلى الله عليه وآله وسلم. يتعامل بإنسانية برقة برحمة بلين. هو اللي يقول لك: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخرج إلى أصحابه فرحا مسرورا. تخيل لما كان يبعث رسالة إلى هرقل أو إلى كسرى أو قيصر، يبعث رسالة وينزل الناس منازلهم إلى فلان الفلاني عظيم الروم، إلى فلان الفلاني ملك كسرى، يعني بيتحدث إلى ملك الفرس، بيتحدث إلى الناس بإنزال الناس منازلهم حتى وإن كان مختلفا معهم طبعا في العقيدة طبعا. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الحديث مع الكبار يكون بأي طريقة، الحديث مع الصغار يكون بأي طريقة، كيفية احتواء الإنسان ومعاملة الإنسان برقة ولطف ولين. أنا ربنا شرفني من أيام قليلة رحت مع وفد وزارة الأوقاف وزرنا إخواننا المصابين في المستشفى، ولما وصلنا المستشفى أنا تخيلت نفس المشهد لما تذكرت أحداث مسجد الروضة في بئر العب في شمال سيناء، لما دخلوا على أخواتنا المسلمين ومن الشباك بكل برود وضرب النار على المصلين الركع السجود، في ظن منه أن دول يعني بيخرفوا أو بيعملوا عقيدة باطلة أو فاسدة كما يزعمون. في النهاية الأمر لا يطال مسلم أو مسيحي، وإنما يطال استقرار وطن واستقرار أمة، ويطال استخدام العنف علشان يعمل فتنة في أوساط المسلمين. ما خليني مش عايزة أسأل من كتر ما أنا مستمتعة بحديث حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. بس أخيرا عايزة حضرتك تقول لي إزاي نغرس في ولادنا
حب الوطن، ازاي نغرس في ولادنا قبول الاخر. انت ممكن ما تكونش من عقيدتي بس انت بس لازم عاملك كويس عشان ده ديني بيقول لي كذا. الانسانيه قبل التدين، لابد اولا ان نتعرف على المعاني الانسانيه بداخلنا. حب الوطن ده من ضمن انواع او من اوساط الايمان. حب الوطن من الايمان، بل ان كمال الايمان في حب الاوطان. واول واحد حب وطنه وتعامل مع الوطن بفهم وحب، وتراب الوطن على ان تراب الارض من العرض والدفاع عنه استشهاد في سبيل الله، هو سيد الانسانيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وتعامل مع مكه بحب وصفاء ونقاء، ولما عاد اليها تعامل معها بطريقه البناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا انه الاسلام دين البناء وليس دين الهدم، دين التعمير وليس دين التخريب. فيعني شوفي في المسيحيه بيقولوا الانسان بنيان الرب، ملعون من هدمه، ومن قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا. في كل الاديان تحرم قتل النفس، وتحرم سفك الدماء، وتحرم انه ربنا سبحانه وتعالى يختار لهذا الانسان حياه فنختار له نحن موت. ازرع ده في ولادي ازاي يا شيخ؟ ازرع ده في ولادي باني انا اعلمهم العقيده الصحيحه، وابني عقولهم على التربيه الحقيقيه، وعلى انه الدفاع عن الارض والعرض والدفاع عن الوطن جزء من حياتنا الاساسيه. ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لنكون خلفاء، فقال اني جاعل في الارض خليفه. الملائكه بتقول لربنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكرم الانسان. فانا اعلم الانسان بدايه الوحي لسيدنا النبي، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. فعلمه في الكون المسطور اقرا، في الكون المنظور بقى علمه الرحمن، علم القران، خلق الانسان، السياق يكون ازاي؟ خلق الانسان وعلمه القران، ولا علم القران خلق الانسان؟ لان القران في اللوح المحفوظ في الملأ الاعلى موجود بوجود الله سبحانه وتعالى قبل وجود احد من البشريه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلهم يتاملون في هذا الكون، في الكون المسطور والكون المنظور باقرا. خلينا نعلم اولادنا بالقرايه والفهم المستنير طبعاً، وبناء العقول والتربيه السليمه، ونختار لهم الناس اللي تعلمهم، لان كتير جدا في ناس بتضلل ولادنا وممكن تعلمهم حاجات ما تكونش في ديننا وما تكونش صحيحه. والرساله اللي نبعتها للناس دي كلها ونقول لهم هو سيدنا النبي لما كان بيبعت الجيوش تحارب في بلاد غير المسلمين، هل امر يوما بهدم كنيسه؟ هل امر يوما بهدم صوامع؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. سيدنا عمرو بن العاص لما جاء إلى مصر فاتحا يفتح مصر، هل هدم كنيسة؟ هل استعمل العنف مع غير المسلمين؟ بالعكس، ده كان في قمة اللين طبعا، وفي قمة الهدوء طبعا، بأوامر من فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء إلى مصر فاتحا فحافظ على كنائس غير المسلمين حتى يصلوا فيها صلاتهم بالشكل الذي يريدون وتعبدون إلى ربهم سبحانه وتعالى، لأنه ديننا علمنا كده طبعا. علموا أولادكم إزاي ياخدوا خطاب محمدي رشيد بنفس رحيم علشان نخرجهم من ضيق أفق هؤلاء الأدعياء الذين يظنون أنهم علماء وهم نابتة لا يعرفون شيئا من أصول الدين ولا من ثوابت الدين. ديننا دين الرحمة والسلام. مرة تانية بعزي كل المصريين مش المسيحيين بس في الحادث الأليم في محافظة المنيا، وبقول يا رب اجعل مصر بلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. أمين. أشكرك يا شيخنا، شكرا جزيلا، أحسن ختم ختمت بيه مع حضرتك. الله إليك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب.